إلى حتى الآن في لقاءات الدورة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الأول، الهدف الأول لفائدة أولمبيك خلق أمام اتحاد طنجة، والهدف الثاني لفائدة الوداد أمام اتحاد ورقة. محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، محاولة خطيرة، والهدف الهدف لفائدة الجيش الملكي بواسطة بالنظر الهدف للصفر، فالبطولة هي الفريق الجيش الملكي. فريق الرجاء سيحاول تدارك الموقف من خلال المرتدات الهجومية. نعم، مباراة مفتوحة الآن، لحد الآن مفتوحة. ممكن فريق الجيش الملكي تشوفها في الخمس دقائق الأخيرة. أجدو، محاولة خطيرة لفائدة فريق الجيش الملكي بوسط اللاعب أرمومن، كيقذف، والهدف الهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي. هدف خلاص، أعتقد أن الأمور حسمت لفائدة فريق الجيش الملكي. هدف في الدقائق الأخيرة، اللقب يعود لفريق الجيش الملكي، وفريق الرجاء يتلقى ضربة قاضية في آخر أنفاس فريق الجيش المباراة. هذا هو الواقع، ففريق الرجاء لعب بالنهج التكتيكي اللي ما وصلش من خلاله التهديد مرمى الجيش الملكي طوال الجولة الأولى، بنفس النهج كيلعب الجولة الثانية واللي ما حققش من خلاله ولو فرصة واحدة لتهديد مرمى الحارس العسكري، أمام يعني متابعة للمدرب اسطنبولي اللي كان اعتقد أنه في الجولة الثانية غادي يجتهد وغادي يقوم بعد التغييرات لإعادة التوازن للمجموعة الرجوية اللي عاشت فترات ديال التوتر، فترات فقط ديال المتابعة، وما تمكناتش أنها تخترق الحاجز الدفاعي لفريق الجيش الملكي. خروج المدرب، طرد المدرب في الخمس دقائق الأخيرة، المفروض أن الأشياء هذه تخلي فريق اللاعبين بخبرة ديالهم تخليهم يكونوا أكثر هدوء ويستغلوا هذا الموقف الجانبي. الجماهير بدات تتغادر المركب الرياضي، يعني اقتنعت بالنتيجة المرسومة، ونهاية لقاء لفائدة فريق الجيش الملكي. هنيئا لفريق الجيش الملكي بالفوز ديالو بلقب البطولة الوطنية. فريق الرجاء اللي كان كل شيء كيف كنقولوا بلغة الكرة كان بيديه، فكان الخيار الوحيد أمامه هو تحقيق التعادل، ولكن فريق الجيش ما جاش المدينة الدار البيضاء من أجل النزهة أو من أجل لعب مباراة عادية، فهو جاي وحط في باله أن الخيار الوحيد أمامه هو تحقيق الفوز، وعرف كيفاش يسير المباراة لمصلحته، وعرف كيفاش أنه ينهي اللقاء لفائدته. فوز مستحق اللي جاء لا من حيث التكتيك ولا من حيث انضباط اللاعبين. هذا في الوقت اللي فريق الرجاء مع الأسف كان غياب انضباط تكتيكي، كانت نرفزة في محاولة الوصول في أقرب وقت لمرمى الفريق العسكري. وهنيئا للإطار الوطني محمد اللي تفوق الآن على الإطار الفرنسي، وهذا كيأكد كذلك أننا خصنا نعطيه فرصة للمدربين المغاربة، ونجمي قادر أنه باش يسير هذا الفريق هذا، وقادر أنه باش يمشي به، ولكن خصنا نحيدوا من بالنا فكرة أن مغني الحي لا يطرب، ونعطيه الفرصة للأطر المغاربة باش يسيروا الفرق ويمشيوا بها بعيد، وكفانا من المدربين الأجانب. هنيئا لفريق الجيش الملكي بهذا اللقب، وكان كيف كنشوفوا من خلال الصور هناك فرحة من جانب فريق الجيش الملكي، هناك حسرة بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي، حسرة اللي جات اللي حاول الفريق انه يحافظ على فريق نقطة واحدة على الجيش الملكي، ولكن في آخر أنفاس البطولة الوطنية في اللقاء الأخير اللي اعتبر نهاية البطولة الوطنية، فريق الجيش يفوز هنا بمدينة الدار البيضاء على الرجاء البيضاوي ويهدي اللقب لأنصاره ومحبيه. هنيئا للرجاء كيفما كان الحال، هنيئا للرجاء كيفما كان الحال بهذا الأداء الجيد بالنسبة للبطولة الوطنية، الفريق الذي يحتل الآن المركز الثاني وسيشارك في عصبة أبطال إفريقيا إلى جانب فريق الجيش الملكي. وننتقل لزميل صامد غيلان الذي يستضيف محمد أرمومن لاعب فريق الجيش الملكي. صامد غيلان. شكرا مصطفى. محمد أرمومن، لعبتوا مباراة كبيرة وتمكنتم من الفوز على فريق الرجاء البيضاوي بفضل هدفين سجلتهم في السي بهداف البطولة وكذلك بطولة هذا الموسم، فشنو يمكن لك تقولنا على التاس ديالكم بعد هذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم،
حسب كيف تحسوا راي الزملاء اللي عندهم مقابله كبيره. ارمومن سجل ولا ما سجلش، كنا جايين باش نديو نتيجه ايجابيه نفوزوا في مقابله هنا، والحمد لله سجل ارمومن واكد ان البطوله تنستحقها. وتالها الحذاء الذهبي تستاهل اللاعب ارمومن اللي وعد اسره اللاعب زروالي من هذه المناسبه تنترحموا عليه وتنهدي هذا اللقب لعائله الزروالي اللي كنا نتمناو يكون معنا في هذا اللقاء، ولكن القدره الهيه خداته منا والحمد لله تنهديو الروح ديالو هذه البطوله هذه وتنهديها انا من عندي تنهدي هذا الحذاء الذهبي لعائله اللاعب الزروالي. بين الشوطين شنو قال لكم المدرب فخير خصوصا انكم كنتم متصرين وخايفين ربما من الضغط ديال فريق الرجاء البيضاوي، شنو التعليمات اللي كنتم خديتو كيفاش تعاملتوا مع المباراه خلال الشوط؟ عرفنا فريق الرجاء البيضاوي غيدخل عازم باش يهجم باش يحقق التعادل والانتصار. حنا لعبنا بقيتاليه في الدفاع وكنا تنتسناو، حنا عندنا مهاجمين كيسجل ارمومن كيسجل على واحد الدوش كيدخل لاعب بوزيدي كنا متاكدين بان غنسجلوا. الحمد لله لاعب ارمومن خدا المبادره من لاعب المهاجمين وحقق الاهم اللي سنه ديال الاصدقاء ديالو هذيهم كما قلت في الاول ديال عائله هشام الزروالي وباقي اللاعب الجيش الملكي والجمهور ومدينه الريبه. اذا فريق الجيش الملكي يخلق المفاجاه ويحبط امال الجمهور الرجاوي. اليك مصطفى. شكرا سميد، هنيئا لمحمد ارمومن بالحذاء الذهبي، هنيئا لفريق الجيش الملكي بالفوز بلقب البطوله الوطنيه. مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر والى فرصه قادمه بحول الله. نشكر كذلك الاطار التقني الوطني سيد عبد الرزاق شليح الذي رافقنا طوال هذه المباراه. شكرا على حسن المتابعه والاصغاء والى اللقاء.